خرجوا هذه النتائج، وانا احترم الديمقراطيه بهذه النتائج، وانا اهنئ الفريق اللي ينجح، وتنطلب الله ينجح في المهام ديالو من اجل انقاذ الرجاء. وانا التجربه ديالي المتواضعه راهنا اشاره هاد الناس الى بغاوها. واخا سي خرج صباح وانا كنهضر غير السؤال، واش كنت متوقع هذا الاكتساح البودريقه ب 115 صوت؟ لا ما صراحه ما يخليني قاشي من خلال اعطاء البرنامج للمنخرطين ما كنتش متوقعه، ولكن عادي لانه يمكن الامور تعملات في الكولسه داخل القاعه، هذه كلها تدافعات معقوله، يعني من كل واحد يقدر يغير رايه واحترم الراي ديالو، فهمتي؟ هذه امور عاديه لان هذه الديمقراطيه، لان الانتخابات ما فيهاش القسمه على جوج، اما واحد ربح واحد خسر، كيف كسوى النتيجه اما بواحد زيرو ولا بعشرة زيرو، ما عندناش مشكل في هذه الامور بقدر ما عندنا بانه فريق يلعب، خصنا حنا نأيدوه ونفرحوا به باش يخرج الفرقه، لان ملي نجحوا هنأتهم وتكلمت معاهم وقلت لهم الغدا خصنا نبداو نخدموا، لان الرجاء مقبله على استحقاقات والظرفيه صعيبه، هذا راه تكليف اكثر ما هو تشريف، لان باش تاخذ الرجاء في هذه الظرفيه، وهذه باش نقول للاخوان الرجاويين خصهم يهنئوا لا سعيد حسبان لا سمعان بودريقه على الكوراج ديالهم، على الكوراج باش يدخلوا يترشحوا في هذا الظرف بالذات. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.